ومرة يقفلوا الشبابيك وما بيهمنا كثير يا زول. ده دين الله، ده دين الله. لا ما حقق ده حقق. ده نموذج من النماذج ونموذج حي. والآن يدون في مراكز العامة بتاعتهم هناك في المركز العام، يدون ميكروفون ويقول له اتكلم ويكرموه ويهنوه وينادوا كل رمضان عليك الله سديمة خيبة. زول بيقول غير الله بيدي الجنة، زول غير الله بيقول بيعلم الغيب، زول غير الله بيقول ممكن يتصرف في الكون، تكرمه؟ وتكريمك هذا تكريم للشرك. علمت أم لم تعلم؟ رضيت أم لم ترضى؟ تنصلت أو اعترفت؟ ده تكريم للشرك رغما عن أنفك. تكرم الشرك. وربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ده زول تذل، يذل في الشريعة الإسلامية. ومن يهن الله فما له من مكرم. زول بيقول الله غير الله بيعلم الغيب، غير الله بيتصرف في الكون، غير الله بيدي الجنة. ده تكرمه وتجيبه؟ يا ناس ما لكم كيف تحكمون وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ودي ما أول مرة كونك في الميكروفون، دي ما أول مرة والله جد. وعادي بين الميكروفون شفت بحلقنا ده ساي بنتكلم وبنوصل الرسالة والمعلومة، لكن تبقى الخيبة والعار على من يعني يمنع ويصد عن ذكر الله ويمنع مساجد الله. مساجد دي حق طلعت مسجد ولا نادي؟ مسجد حق الله ولا حق فلان؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كثير من المعلومات دي ما قادر تصل للناس. ليه؟ بصد هؤلاء. هسه في ناس برا يكونوا مستفيدين. انت هسه الان منعت الخير ده، وفي ناس يعني نسوان في البيوت ما سمعوا الكلام ده. انت قفلت الميكروفون منعت الخير ده. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال فينا، النبي عليه الصلاه والسلام قال في ناس مفاتيح مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. انت تغلق الخير. انا قلت لك يا زول في اصحاب عقائد فاسده افسدوا في الارض وافسدوا البلاد والعباد. انت وانا مفروض نتكاتف نحاربهم؟ مفروض نتكاتف لكي نكسر هذه الاوثان في قلوب المسلمين؟ تجي تكفي الميكروفون يا اخي انت ما بتخجل؟ عليك الله ما بتخجل؟ تقول لي الله شنو يوم القيامه؟ تقول لي الله شنو؟ يا اخي انا ما جيت نبست لي زول، ما جيت قلت لك يا اخي تعال اديني قروش، ولا قلت لك اصرف علي، ولا قلت لك كذا ولا كذا، قلت لك الان ده فساد في الارض يدعو اليه هؤلاء. محمد المنتصر شغال، محمد المنتصر اللي زيرك قاتله الله، والركاني شغال، والفاتح قريب الله شغال، وبتاع السمانيه شغال، والاخوان المسلمين شغالين، عبد الحي هذا السروري الخارجي الذي يدعو الى فكر الخوارج شغال، وغيره من المبتدعه شغالين في قنوات وفي اذاعات، في قنوات واذاعات. والباطل منتشر، الباطل منتشر انتشار النار في الهشيم. وجب على الدعاة ان يحاربوا هذا الباطل بكل ما اوتوا من قوه ويصدعوا به ولا يخشوا في الله الا وتعالى. ربنا قال الذين يبلغون رساله الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. وانا ارشدك الى حديث عظيم اخرجه الامام الترمذي عليه رحمه الله والامام احمد في مسنده وحسنه العلامه الالباني عليه رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله قال قام فينا رسول الله خطيبا وكان مما قال ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يمنع رزقا ولا يقرب أجلا. كثير من الدعاة الليلة ما منعهم من القول الحق إلا خوف أنفسهم وخوفهم على مصالحهم الشخصية وعلى الأموال التي يجنوها من المنظمات ومن الجماعات الحزبية السرورية الخارجية كجمعية إحياء التراث وجمعية البر. هذه الجمعيات التي أفسدت أهل السنة في هذه البلاد. رضيت أم لم ترضى؟ ده الواقع وده الحق. أنت خايف ليه؟ خايف ليه؟ خايف الناس يسمعوا؟ أنت مدينا قروش؟ خايف مالك؟ ده ما حق. أنا ما بحارب في باطل، بحارب في منكر، بحارب في ضلال مبين، فساد منتشر، أفكار خوارج الآن منتشرة، أفكار متصوفة منتشرة، أفكار معتزلة منتشرة، أفكار يعني شيعة منتشرة. تقوم تكفي الميكروفون؟ تقول لي الله شنو؟ عذرك عند الله شنو؟ تكفي الميكروفون؟ عليك الله ما بتخجل؟ عليك تقول لي الله شنو بس؟
تقول لي يا الله قفلت منه ميكروفون ليه؟ وما دايره ميكروفونك ده، انا ما دايره ولا بفرح به والله الذي لا اله غيره، بحلق له ساي وبحتسب الاجر عند الله عز وجل، رضي من رضي وابى من ابى. شفت كان جاني وجه حلق، كان جاني وجه حلق بتكلم ووصل معلومه، لكن الميكروفون ده هسه لو جاء زول من حزبه ومن جماعته ومن ملته يقدم له الميكروفون ويفتح ويشغل مكيفات اخر درجه ويديه مويه بارده وجزار بتاعت ماله، ليه بقيتوا حزبيه؟ الا لا يمنعن احدكم هيبه الناس ان يقول بحق اذا علموا، فانه لا يمنع رزقا ولا يقرب اجل، لا يمنع الرزق ولا يقرب الاجل. بلد دي محتاجه توحيد يا زول، فيها الاف القباب والاف الاوثان تعبد من دون الله، تعبد من دون الله. والان الخوارج شغالين يسعوا يجلبوا في السلفيين، يا ما في سلفيين خشوا مع الاخوان المسلمين، اتباع سيد قطب واتباع حسن البنا واتباع محمد حسين يعقوب واتباع محمد حسان واتباع الحويني واتباع الحلبي واتباع ما غيره من الضلال. والله الذي لا يرغب، ده الحقيقه وده الواقع المر. ربنا قال ولا تفسدوا في الارض، وهذا من الافساد في الارض، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اصلحها الله بمنهج رباني قائم على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك منتشر الآن، والله الذي لا إله غيره محمد المنتصر الآن ياخذ راحته على الآخر في النيل الأزرق وفي غناة الخرطوم وفي قون وغيره وغيره، ينشر يقول لك ممكن تقول مدد يا فلان، يجوز تقول نظرة يا أبو هاشم، يجوز تقول تطب في القبة إذا كان ما عندك فيه عقيدة، ممكن الولي يتصرف في الكون، ممكن الولي يد الجنة، ممكن الولي يعني ينزل المطر، ده كله الآن منتشر، وعندك إذاعة وعندك قناة وعندك شاشة، ما قادر تتكلم، ما قادر تقول محمد المنتصر دجال، ما قادر تقول عبد الحي أخو مسلم من جماعة الإخوان المسلمين يدعو إلى الفساد ويدعو إلى الخروج ويدعو إلى البدع، ما قادر، ما قادر تتكلم الكلام ده ليه؟ بل منهم من قال هو سلفي عديد كده، وللأسف عملوا مؤتمرات جابوا فيها وقدموه، وهذا إكرام للبدع وهذا تقديم للبدع. علم هؤلاء الناس أم لم يعلموا أنهم قدموا المبتدعة ومكنوهم من سماع السلفيين، وهذا ضلال مبين. والنصوص من السلف الصالح جاءت متكاثرة متضافرة متوافرة بهجران أهل البدع ومباينتهم والبعد عنهم وكشف عوارهم وتجلية حالهم للناس حتى يعلمون. انت ما قريت منهج ولا شنو؟ ما قريت شرح السنه للامام البربهاري؟ ما قريت عقيده السلف للصابوني؟ ما قريت السنه للخلال؟ ما قريت التوحيد لابن منده؟ كلها كتب تقرر المنهج بعدم التعاون مع اهل البدع وعدم تكريم اهل البدع بل تذلهم. والله يجد من الخيبه تكرم لك مبتدع وتقدمه، هاك يا عبد الحي ويا غيره من الاقطاب، ياسر برهامي وما عارف سجم رماد جابوهم في قاعة الصداقة وقال لهم اتكلموا ورونا كيف نحارب الشيعة. هم دار بيحاربوا الشيعة، هم دار ذاتهم اللي فتحوا الباب للشيعة، هم اهل هم اللي فتحوا الباب للشيعة في مصر وفي غيره، كيف يحاربوا لك الشيعة؟ وما عارف الدعوة في افريقيا، السيد انت بلدك ده قضيته؟ خلينا ما جاري لافريقيا، بلدك ما قضيته، الاف القباب، الاف الاوثان، الاف الاضرحة تعبد مع الله، طرق صوفية، اخوان مسلمين، حزب تحرير، حزب ما عارف شنو، يعني منهم من ينكر عذاب القبر ومنهم من ينكر نزول عيسى ومنهم من ينكر وينكر مسلمات وأصول في الدين، ما قادر تتكلم فيه، تجي تقفل لي أنا الميكروفون المسكين ده بتكلم بحلقي، وعند الله تجتمع الخصوم. وعذرك شنو عند الله؟ عذرك شنو عند الله انت يوم القيامة؟ ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن الذي تتلوه بالليل وبالنهار، ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الليلة المنكر أعظم المنكر هو الذي تنشره الطرق الصوفية والذي ينشره الإخوان المسلمون من عقائد الخوارج الأوائل، ده أكبر منكر وجب على الدعاة يحاربوه. شنو استجابة ونور وهوس شاي الصباح وما عارف ليك ضيفنا أهلا بك أنت بين أهلك إطا وضيفك تقوم تحاربوا الدجال ده؟ شرك قدام عينك ما قادر تشوفه؟ ما قادر تحاربه؟ والله الذي لا إله غيره نشكو إلى الله
التمييع الذي وقع فيه هؤلاء. كل يوم جاب لنا واحد من مستوردين من البدع، محمد حسين يعقوب كل يومين جاي ناط، اللي قال بس دلوك بعود اخضر، في يومين ثاني جاي جاي يومين وجاي، ومبتدع زول خارجي، زول مبتدع تقدر ما تقول خارجي. وانا عندي محمد حسين يعقوب سلف في قولا واحدا، ومن طعن فيه يطعن فيه بحق. ده واحد ثاني جاي دكتور من الدكاتره في البلد دي هنا، دكتور قال محمد حسين يعقوب انا عندي سلفي، نحن بمنهجه والعلماء حكموا عليه بانه خارجي مبتدع ضال مضل. تجيبوا سلفي ده مقياسك انت، مقياسك الافيح وعبادتك الواسعه، وهذه من قواعد الاخوان المسلمين. يقول لك اخي حكوا لنا واحد واشتغل واحد وما في ما في داعي. وادعوه خوفا وطمعا، تدعو الله، تدعو الله خوفا وطمعا ان يثبتك على هذا الحق الذي انت فيه، لانه كثير من الناس تنازلوا عن الحق وتنازلوا عن الدعوه الصريحه الصحيحه بسبب اموال وبسبب مناصب وبسبب سلطان وجاه. خلوا الدعوه، اطلع البلاد، اطلع القرى، اطلع الارياف، انظر الى حال هؤلاء الناس ماذا يفعلون، يعبدون غير الله ويعتقدون في غير الله. انت ما قادر تتكلم بالواضح تقول ده شرك ودي بدعه وده ضلال، الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. وادعوه خوفا وطمعا، تدعوه خوفا من عقابه وعذابه وناره، وطمعا في رحمته وفي جنته. وادعوه خوفا وطمعا، ادعو الله يثبتك. وكان اكثر دعاء النبي عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، يثبتك على التوحيد والسنه، ما تتنازل. جماعه خشوا طيبه وجماعه قالوا الشغلة ما في داعي، القروش اللي بتجي من الخليج كلها بتجي عن طريق عبد الحي، وده كلام كلام فيه يعني بيوقف المصالح، يا زلمة يوقفها، يوقف المصالح ولا يقف دين الله؟ يوقف تقيف المصالح ولا تقيف دعوة التوحيد؟ خلي المصالح تقيف وخلي دين الله يشتغل، من غير تدليس ومن غير تلبيس ومن غير تمييع ومن غير محابة لأحد، من غير محابة لأحد. وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. والكلام عن دعاء غير الله عز وجل تقدم الكلام عنه، ففي هذه الآية أمر نهي وأمر، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا حربا على أهل البدع من الأخوان المسلمين والصوفية والحزبيين وحزب التحرير وكل أهل البدع، حربا عليهم نكشف عوارهم ونبلغ دين الله عز وجل كما أنزله، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، إلى أن نلقاه إنه جواد كريم وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.